أين بينغ شواي؟ تصدرت لاعبة التنس الصينية بينغ شواي عناوين الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي بسبب اختفائها منذ 2 نوفمبر الماضي. اختفت بينغ بعد أسبوعين من اتهام تشان غاولي نائب رئيس الوزراء الصيني السابق وتشي جين بينغ مساعد الأمين العام بالاعتداء الجنسي عليها. وكتبت بينغ في 2 نوفمبر الماضي تغريدة لها عبر موقع وي بايو قالت فيها إنها أجبرت على ممارسة الجنس قبل 3 سنوات مع تشانغ. والغريب في الأمر أنه تم حذف الرسالة في أقل من 30 دقيقة مباشرة. موقع وي بايو هو موقع تواصل اجتماعي بديل عن فيسبوك وتويتر في الصين ويخضع لمراقبة الحكومة الصينية مباشرة. تولى تشان غاولي منصب نائب رئيس الوزراء في الفترة ما بين عام 2013 حتى عام 2018، ويعد عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، وانضم عدداً من لاعبي التنس لمساندة زميلتهم وعلى رأسهم ناومي أوساكا وسيرينا ويليامز والصربي نوفاك جوكوفيتش. من جانبها قالت سيرينا ويليامز في تغريدة لها: أشعر بالصدمة لسماع أخبار زميلتي، يجب التحقيق في هذا الأمر ويجب ألا نبقى صامتين. كما تضامن كل من أندري موراي لاعب التنس وباو غاسول لاعب السلة الشهير وجيرارد بيكي لاعب برشلونة مع اللاعبة الصينية. من جانبها نفت وزارة الخارجية الصينية في وقت سابق وجود أي معرفة بالقضية، وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قائلا: القضية ليست مسألة دبلوماسية ولست على علم بالوضع. على جانب آخر نشر هو شيغن رئيس تحرير جريدة جلوبال تايمز الصينية صوراً وفيديوهات زعم أنها حديثة لبينغ شواي. وقال شيغن: شواي مكثت في الأيام القليلة الماضية داخل منزلها بحرية ولا تريد أن يتم إزعاجها. وتابع: بينغ شواي ستظهر في الأماكن العامة وتشارك في بعض الأنشطة قريباً. وتخضع صحيفة جلوبال تايمز الصينية لملكية الحزب الاشتراكي الحاكم في الصين. وتضامن عدد من الصحف العالمية مع اختفاء اللاعبة من أبرزها لكيب الفرنسية وماركا الإسبانية. وحققت بينغ صاحبة 35 عاما ذهبية دورة الألعاب الأسيوية فردي وزوجي في عام 2010، ووصلت لنصف نهائي أمريكا المفتوحة في عام 2014 فردي سيدات، ونصف نهائي أستراليا المفتوحة عام 2018، ورولان جاروس عام 2009، وأمريكا المفتوحة 2017 زوجي. كما تحتل بينغ المركز 192 في تصنيف الاتحاد الدولي للتنس، وكانت آخر بطولة شاركت فيها هي قطر المفتوحة للتنس عام 2020. كما أعلن الاتحاد الدولي للتنس عبر منصة تويتر عن تضامنه وتساؤله: أين بينغ شواي؟ ولكن ينتظر العالم ظهور بينغ شواي مرة أخرى ومعرفة المصير المجهول لها.